نحن نناضل من أجل الديمقراطية لأنه لا توجد ديمقراطية في فنزويلا. حان وقت التغيير، ننتظر الوقت المناسب لإكمال الانتقال الحكومي بشكل كامل. ماذا تودون القول للشعب البريطاني؟ نحيي بريطانيا على دعمها غير المشروط ونبعث لهم بتحياتنا الحارة. وماذا عن العالم العربي؟ نشكر العالم العربي والمغرب بشكل خاص على موقفه الداعم لنا.